Welcome back to Comedy Night. Bonsoir. منطقة ضغط جوي منخفض عم تسيطر على الحوض الشرقي للبحر الأبيض متوسط وكتل هوائية باردة عم تأدي لبعض الأمطار والغيوم وإنما منطقة ضغط جوي مرتفع بتوصل قريبا وبتدفش هالمنطقة ضغط جوي المنخفض وبتأدي لطقس صافي والارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة. هيدا كل شيء لنشرة الليلة ملتقانا معكم جدادات بكرا انترونا. خلاص ما بقى فيي اتحمل يا دليدا صار سنتين على نفس الحاله سنتين عم بعيد نفس الجمله الفاصله ما عم بعرف غيرها كل شيء عم بقوله كتل هوائيه بارده كتل هوائيه سخنه هبه بارده هبه سخنه منطقه ضغط جوي منخفض منطقه ضغط جوي مرتفع طلع ضغطي ونزل شي 100 مره من كتر ما بقول هالجمله بعدين انا معقده من انا وصغيره طول عمري اطول وحده بالصف كل رفقاتي بيتسألوا علي وبيقولوا لي كيف الطقس عندك؟ مين كان بقول هالجملة رح تضلها مرفقتني لهلا؟ وين ما روح أول شي بيقولوا لي إياه كيف الطقس؟ يي كارلا تبع الطقس قال أنا تبع الطقس كلي وطولي يا غسان صرت تبع الطقس وبعدين كل هالشي مرحوم قدام أسامي الضياع إنه معقولة ضيعة اسمها مزرعة بيت الطشم المقراء الهري معقول ضيعة اسمها الهري فرد مرة يسموها وجع يخلع نيعك أفضل حتى أسامي هالضيع مرحومة قدام أسامي غير ضيع وقال شو شاطرين ينتقدوا جيلنا قال جيلنا بلا تهذيب يعني شان شوفوا الجيل القبل جدودنا وجدود جدودنا كانوا كلهم تهذيب إيه بس سوري مش جيلنا اللي سمى ضيعة بزيزة أو مركبتا كفرشخنا طير زبة هيدي بالجنوب والأضرب من هيك مختلفين على اسمها شي بيقول طير زبة شي بيقول طرزبنا بس توني فيها فرق مش هيك وأكتر شي دير عشاش هي بعكار وأكيد ما منا ننسى شوي فات وحلبة وأرطبة إنه هولي كوميرسيال ديجا فيو يعني مسيو الياس مع أسامي هيك ضيعة مفروض نقدم نشرة الطقس بعد نص ليل أو على غير محطة صار فترة عم فكر هيك هيك ما في غير هالفنانات ماشي حالن بتجي فنانة يا توني شكلها حلو صوتها مقبول بتعمل غنية وبتصير كتير مشهورة قلت أنا ليه ما بعمل نفس الشي صرت فكر ما عم غير فكري هلأ صرت فكر 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 مين أكتر فنانة عم نحكي عنها حالياً؟ هيفا فأنا أخذت غنية لهيفا وحورتها لحتى أقدم من خلالها نشرة الطقس على طريقة هيفا وإذا مش حالي عم قلكم من هلأ رح احترف الفن بتزيني من بيتك اوعد غادر وع التلفزيون لاقيني اقول اهوال بتتكاتر اقول اعصير بتزيني من بيتك اوعد غادر وع التلفزيون لاقيني يوم تشويب يوم برود يوم ظهرات يوم عود ويلك ويل انت ما تنهار درني الليل على الاخبار يوم تشويب يوم برود يوم ظهرات يوم عود ويلك ويل انت ما تنهار احضرني
شوي بيوم برود يوم ظهرات يوم أعود طويلك وقت ما تنهى احضرني الليلة على الأخبار نقول لهم ارحلوا عن لبنان ودعوا هذا البلد ينظم انتخابات حرة موناكو شيء عبد الأمير روني ونديمو الكريسكيلي إسرائيل اعتقلت مسلحة فلسطينية تصل الموقع في جولان مقتل 34 جندي أمريكي في أنا هودي أخبار الجرايد ما بوثق فيهم ما بوثق إلا بأخبار محطة الجزيرة إيه أخبار الجزيرة فعدا السرعة بالخبر والدقة بالتفاصيل في عندهم مذيعين مهضومين ما ممكن تشوفوهم على غير محطات فمثلا عندكم على اخبار الجزيره المذيع جميل عازر جميل عازر بيطلع عابس بتحسوا رح يعمل مشكل وبيبلش اسعد الله اوقاتكم جميل عازر يحييكم من اخبار الجزيره ويقدم لكم ابرز عناوين نشره الليله في الأراضي المحتلة قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع ليلة الدخلة في الأراضي الفلسطينية لأن باعتقادها ليلة الدخلة فيها حرقة وحماس ومقاومة وانتفاضة وفتح في لبنان برنامج جديد ينافس برنامج ستار أكاديمي ألا وهو بومب أكاديمي وكل أسبوع ثلاثة نوميني والنوميني المتوقعين الأسبوع المقبل هم الأشرفية البترون الجبيل أما في حمص فمنع التجول البارحة الساعة السادسة ولهذا الأمر نزل كل سكان حمص للتفرج على منع التجول والآن ننتقل إلى موسكو مع مراسلنا هناك أكرم خزام أكرم يا محلى أكرم خزام قدام جميل عزر أكرم خزام بيطلع ملحف مزبوط والتلج عم ينزل عليه وبيبلش لقد عادت موجة الصقيع لتجتاح من جديد موسكو وقد بدأ السكان هنا في موسكو باللجوء إلى المناطق العربية الدافئة وخاصة منطقة المعملتين في لبنان كان معكم أكرم خزام الجزيرة موسكو ويا محلى أكرم خزام وجميل عازر قدام مين؟ قدام مندوب الجزيرة ببريز ميشيل الكيك تداعيات القرار 1559 والاتفاق الذي حصل بين الرئيس الفرنسي جاك شيراك والرئيس الامريكي جورج بوش تتفاعل في اوساط الجاليه العربيه فمنهم من يتهم اللبلوب اليهودي ميشيل كيك تكتك لقلبي وهودي تلتهم بعدهم منيح قدام مين؟ قدام معلق الرياضة على الجزيرة الرياضية خالد القحطان والماتش اليوم بين فريق العرب وفريق الغرب أعزائي مشاهدي تلفزيون الجزيرة الرياضية نحن معكم بشرة من مباراة القرن مع فريق العرب وفريق الغرب أعزائي المباراة ملعوبة صفرة من الحجم ملعوبة بص الملعب مع ملا عمر ينطيها لأمن الزواري أمن الزواري وسام بلادي وسام رمية التماس مع فريق العرب أيمن الزواري أيمن الزواري رمية التماس ثانية أيمن الزواري انتهى طويلة طويلة وسام بلادي انطلع وجه لوجه مع حارس المرمى جورج بوش ويشوت على هدفين دفعة واحدة خرب بيتك يا أسامة ترجع الطابة مع فريق الغرب مع جورج بوش بورج بوش ينطيها طويلة للرمسي طلعت الطيارة هدف مقابل هدفين النتيجة وترجع مع فريق العرب ملعوبة مع القذافي محاولة إخفاء طابة من القذافي انتهى رجع طويلة مع صدام أوفسايد صدام الحكم ينتهي انذار ما يمتثل الانذار وترجع طابة مع فريق الغرب ملعوبة من كوانداليزا باولو رمز هدفين مقابل هدفين وترجع طابة مع فريق العرب ملعوبة مع اللاعب السوري مع اللاعب اللبناني تنسيق جميل مع اللاعب السوري واللاعب اللبناني
فول اللاعب السوري يفول على اللاعب اللبناني والحكم كوفي انان ينطيه بطاقه حمراء ويقول له بكوفي ويقول له هادي رزاله. خلص ما بقى بدنا نحضر اخبار الجزيره، هات لنحط محطات لبنانيه، شو رايكم؟ شو نبلش؟ هات لنبلش الال بي سي تكرم عينك. في هلا النشرة الرياضية مع المعلق الرياضي خالد مجعس. مساء الخير اعزائي المشاهدين، بعد المباريات الطاحنة عم بتدور بالفاينل 6 بالفاينل 6 بين فريق السلطة وفريق المعارضة، ومن دون أي تدخل من اللاعب الأجنبي، وشهدنا من أسابيع مباريات طاحنة بملعب وسط بيروت مع إقبال جماهيري كثيف، ولنعرف أكثر معنا مباشرة من ملعب وسط بيروت زميلنا فلانسوا. فلانسوا عم تسمعني؟ إيه عم بسمعك خالد. شو فيك تخبرنا أكثر عن المباريات اللي عم بتدور بين فريق السلطة وفريق المعارضة فلانسوا؟ فعلا خالد، وبهالأثناء عم نشهد أي 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 أي. مرسي على المعلومات القيمة فلانسوا. شو بدنا نحضر يا جماعة؟ هات لنحط الفيوتشر في هلا الرأي بروجرام. خليك بالبيت مع زاهي وهبي لنشوف مين الضيف تبعه. بونسوار اعزائي المشاهدين، بصرنا اليوم استضيف الرئيس الليبي حضرة العقيد معمر القذافي. حضرة العقيد، شو رايك يا ترى حول الاختيارات السياسية والتفجيرات اللي عم بتصير ببيروت؟ هل يا ترى انت مع هالشيء؟ هل يا ترى انت بتوافق هالشيء؟ شو يا ترى؟ شو رايك؟ شو يا ترى يا ترى؟ شو يا ترى؟ ليه ما عم تجاوب يا ترى؟ معقول جاي من ليبيا ترى هون مش ما تجاوب يا ترى؟ لك نصيحه، جاوب قبل ما يجوا عليك مجنوب يخفوا لك اثرك. حضرة العقيد، الاختيالات السياسيه لما نيجي من هذا الاسلوب الغبي، اسلوب غبي هذا الفطرات. انا مانيش مع الاسلوب، ليش ما بيتبعوا الطريق اللي بتبع انا بحل الخلافات مع خصومي؟ انا في حال عندي خلاف مع حد انا ما بفجروش ولا بغتاله، انا بدعي على الجماهيريه العربيه الليبيه وبقعدوا عندي سنه سنتين ثلاثه اربعه حتى يرضى. والله في ناس بقالوا 24 سنه ما بخلوش يفلوا حتى يرضوا. والله وبالمناسبة أنا مع تخلية الشرق الأوسط كله من أسلحة دمر شامل، ابتداء من إسرائيل وصولا لبنان. لبنان عندكم هنا كل أسلحة دمر شامل، عندكم أسلحة دمر شامل بلبنان، برنامج ملكة الجمال مثل لبنان كله أسلحة دمر شامل، مش على أيام كريستينا صوايا البعد، كله ألسنة نووية نيتروجينية ماشي الحكي على بعض. والله اشتقنا لهم، اشتقنا الألين ونسرين وقرين ولميتة وصدرة، صدرة حلوة، صدرة حلوة، صدرة حلوة. عندكم أسلحة دمر شامل في لبنان، شركات الإنتاج الفنية اللبنانية كلها أسلحة دمر شامل، عندكم صاروخ هيفا وابا الحراق، تربيد ماي الحرير الخراق، الصواريخ إليسا ننسى عشرة، مسيرين عبد النور، فور كاتس، غصان رحبان، يا الله اسم الله عليهم. الحمد لله احنا في ليبيا عندنا صاروخ واحد ايمن الاعتري. وعندكم ماريا حلوه والله، ماريا تستحم بالحليب والكورن فليكس وتلعب والجمهور يلعب. والله ما قال لازم تقول العب والعب، كان لازم تقول ادفع والعب. انا بقول لهم خلي كل واحد يروح يلعب قدام بيته. والسلام عليكم. وعليكم السلام. ما في شيء بالحدا. بتعرفوا شو؟ هات لنحط تلفزيون لبنان، شو رايكم؟ تقال مهن زيتون أخوات شناي وأبو ملحيم، والعاصفة تهب مرتين، صار هب بأربعمائة مرة على تلفزيون لبنان. يعني لو كل مرة عم يدفعوا للممثلين كل ممثل فادي إبراهيم صار معه مصاري قد الأمير وليد بن طلال. هيت لنحط الأم بي أن في هلأ بروجرام الرأي العام مع المذيع كريم جميل. بصور أعزائي المشاهدين، بصرني اليوم استضيف ضيفة عزيزة كتير على المحطة، بالواقع منه بعيد عن رجال الأعمال والبزنس مانية، بالواقع هو رئيس مجلس النواب اللبناني الأستاذ نبيه بري، منزقف له زقفة كتير كبيرة لدوت الرئيس. عنده شعبية رهيبة الليلة بالسال دوت الرئيس. لا مش حلو هالقد يعني. سوري دكتور رئيس، بدي اسالك، كان مفروض تيجي من 3 ارباع الساعة بس تأخرت. انه لي اي اي لي اي لي اي يا اخي تأخرت، شو لك معي؟ انا عم بشتغل عندك ولا انت عم تشتغل عندي؟
بكفيش انك من بيت شبيل وشيخ الدريك بيطلع لك معاه. بالواقع تأخرت لأن كان عندي اجتماع مع السفير الأمريكي جيفري فيلتبار. مش هيك عالته؟ فيلتبار. حكينا عدة اشياء بالدبلية اللي حكيناهم قال احنا عندنا بلبنان إرهاب. إرهاب بإرهاب اضطريت أحكي معه بالإنجليزي بعدش مشكلة. I speak English rolling water. Rolling water كرجة مي. قلت له بالحرف الواحد there is no terrorism here in Lebanon only there is resistance. There is شو قصتك ما تسمعش. There is no terrorism here in Lebanon only there is resistance. And it's our rights to tax farms of Shiba. قال لي مستر بريزيدنت all situation has changed after 1559. قلت له I refuse 1559. At I refuse 1566 also. I remember you 242 where why 242 ولا ناويين 242 195 where why 500,000 Palestinians is in the campus sweet eye where why. بتعرفوا شو قال لي البلا اخلاق؟ قال لي slowly and take it easy. وكان بعد ناقصني ذا بريتش اكستيرير مينستر يعقوب القش جاكسترو. هلا حكينا عدة اشياء رجعت فهمت منه ان هدفه الامريكاني يطبقوا الديمقراطيه بلبنان. قلت له يا عمي هو تولد يوزاريز دوكورس ليبرون هو تولد يوزاريز دوكورس ليبرون يا عمي يو ديدنت سي فروم 3-4 ويكس 1,500,000 إد ساحة الشهداء. شو ساحة الشهداء؟ مارتير سكوير. قلت له مارتير تشد إيدك. That before 1 week there was also 1 million also in رياض agreement square رياض الصلاح. All of them وز كلهم مولعت وز عينك. رجع سألني قال لي ليش لغيتوا التظاهرة اللي كنتوا تعملوها نهار الجمعة بطرابلس؟ قلت له بصراحة يا جيفري نحن تخوفنا بلقاء عين التيري وما حدا يقلب له شي شعار بطرابلس والكبير بده يسترجي لبه يعطيك العافية. شو بدي ضلي لبت فيه لأوصل للمدفون؟ Comedy Night will return in a short while. لك يا علان سام لك يا علان لك شو القصة مع لك يا علان شو القصة شو علان شو علان لك شو القصة مع لك ما عم نصور يا علان ما كله ميكرويتين ولمتين شو كراكلا أو مسرحية الرحابنة علان هندسة صوت وإضاءة عنه ملحق عليه الحق على التكنولوجيا اخترعنا التكنولوجيا تتسهلنا وتهيلنا حياتنا صارت مسيطرة علينا أقل زر ولا كبسة صغيرة من هون بتنكبلوا عيشته للواحد من مخلفات تكنولوجيا فرضا السليولار أنا عندي هذا البورتابل سميته انسي من بيت بورتابل شو صار؟ انسي بورتابل عن جد انسي بورتابل وما بيقهرني غير وقت اللي بتلفن على الواحد واحد واحد بترد علي هيدي هذه المكالمة مجانية للتكلم باللغة العربية اضغط على رقم انتهت فترة المكالمة المجانية عاود الاتصال لاحقا اما اذا بتطلبوا نمرة الاربع ارقام شو بيطلع؟ الو اهلا وسهلا فيك على خطوط السليولار كيفك العيلة منيحة الولاد بخير اذا اردت التكلم بالعربية بالفرنسية بالتركية باليونانية بعد نص ساعة الثمن المخابرة 50 سنت على دقيقة الوحدة انسيبورتابل وليش انسيبورتابل لانه مع التكنولوجيا بطل في حياة بتلفن لك الواحد بتقول له إيه؟ الو بيقول لك وينك شو خصك انا وين
شو انت بحاجة لتعرف انا وين لانت تعرف كيف بدك تحكي معي؟ من زمان معروف الواحد قاعد بالبيت مش رح ينطع العدة كلها ويمشي فيها، هلأ بينطرق وينك؟ هديك المرة مثلا استاذ ليس تلفنت له مدام تونينا قالت له وينك؟ قال بالسيارة، قالت له ايه زمر ما زمر وين كنت استاذ ليس؟ عم يسجل غنية مع هيفا وما ما ومعروف اوقات بيلقط اوقات ما بيلقط، اذا الواحد عم ياخذ رقم ضروري شغل ولا شيء ما في شيء بيلقط، او اذا مارق مثلا حد تونال ما معروف انه ما بيلقط، فصفي الدرجه عند الشباب غسان ايه عجل 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 فايت بالتونال هو او شوالي ده وي جو رونتر دون لو تونال با قد ما هالكذبة شايعة صاروا الستات مفكرين بيروت مدينة تحت الأرض. انسبورتابل. شغلة تانية من مخلفات التكنولوجيا الكمبيوتر. بقى الكمبيوتر أضرب من النسوان. You can't live with them and you can't live without them. وهذا البي سي شو هالاختراع؟ أنا سميته بوركواسا. عن جد بوركواسا صرت مهودس بالكمبيوتر، بقعد بشتغل بقوم بعد خمس دقايق برجع الكمبيوتر. مهودس بالكمبيوتر لدرجة مرة فاتت فارة لعندي على البيت لحقتها. بدل ما أخبطها عملت لها دبل كليك. قطشت لها دنبة صارت وايرلس ماوس. كل الشتوية مرشح وعم بسعوا ليه؟ لقطت فيروس قد ماني قاعد أندر ويندوز. بلغة الكمبيوتر الصورة يلي على الشاشة شو اسمها؟ بالانجليزي wallpaper. wallpaper بالعربي الصورة الخلفية. حطيت صورتي طلعت الصورة المتخلفة. بعدين ما أكون خبر انه الكمبيوتر أرثوذكس. هيدا السي دي اللي بقلبه شو اسمه؟ سي دي روم. صرت مهودس بالكمبيوتر، بتعرف على ست بدل ما اقول لها بونجور مدام بقول لها بونجور مودام. من بعد ما نحكي وكذا وهاي وسافا يا اورايت يو نو اي انتر. بس قبل بستعمل بروتكشن نورتن انتي فايروس، وقبل ما اعمل داونلودينج بكبس كنترول تما اتجرس، وبالاخر اي اكزيت وهلا دارجه اي اسكيب. انا مركب على الكمبيوتر ويندو اكس بي، بس عديش على التلفزيون مركب اكس اكس واو شو حلو 3615 اولا شو بدي اولا قاموا قطشونا اياها للكنال. الواحد بيتعود على الشغله، بيتعود على التكنولوجيا، بيتعود على الحضاره، بيجوا بترقوا له اياها من هون، بيسكروا له اياها من هون، ما عاد فينا اتحمل ضغط التكنولوجيا، ضغط المدينه، قلت خلاص بدي ارجع للجذور، بدي ارجع للطبيعه، للمناخ الحلو، للسما الزرقاء. سكرت بيتي ببيروت، اخذت كلبي ماكس وطلعت فيه على بيتي بالجبل. رح اعرفكم على كلبي ماكس. ماكس ايزي 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 بوس. لا مش هون ماكس. رحنا نتمشى انا وماكس بالساقيه هيك على بالحرش، وصلنا حد الساقيه كان مخبى بالزينه بالهيشه بسين بري، ودبكت المعركه بين ماكس والبسين. مين ربح؟ مين ربح؟ اكيد البسين، لانه بري، لانه طبيعي. صرت قاعد على شط الساقيه صرت افكر، بلشت تعتم الدنيا، صرت اسمع حيوانات الليل، البومه والدياب، بس ما خفت من الدياب قد ما انا معود على دياب المدينه. وفكرت انه انا كثير بحب ربي دجاج، فتاني نهار نزلت على السوق واشتريت احلى دجاجه. كثير مفيد البيض بلدي على بكره ست رقبه، كيف بدها تبيضها للبيضه؟ عن جد كيف هلا حتى ما تستفيد اشتريت مع البي والام والخي والاخت، بس المصيبه صاروا عم ياكلوا لها اكلاتها. فقررت كش اخت الدجاجه. ايه كش لها اخت عم تكل اكلاتها، كش اختها خليها تزعوض.
حرام كش أمه كش أخته كش خيا إيه كش خيا عالموضة ليك 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 بدكم كشو بكرة باخدوا على البي أو 18 وكبرت الدجاجة وشو عملت؟ مطربة ونزلنا لها هيت للمطربة دجاجيكا بحلقة جديدة من برنامجكم المفضل اللامين الغنية. الليلة معنا مشتركين جديد رح يتعرف عليهم سوا بعد لحظات وبعليهم انهم يحضروا اللامين الغنية. نعم اللامين الغنية نتعرف سوا على المشتركين الجديد اللي معنا الليلة. بنبتدي مع المشترك الأولى. المشترك الأولى هوايتها الاستماع على الراديو ومشاهدة القنوات الموسيقية وبوقت فراغة بتروح على الجامعة. السؤال بيطرح نفسه، شو اسمك؟ دعد برعد من جيدوريت. دعد برعد ما يكون غنطوس بيك. منك مهجوم. بدي وجه تحية لأصدقائي من نادي جيدوريت، بدر مكة وكريستينا بارود وجليدة وجمان حجاج، وما بدي أنسى وجاد ودانيز ودافيد. ما في شي واحد اسمه الدبش بيناتهم؟ دب. وما بدي انسى ابو عدس. بننتقل وبسرعه وبسرعه بننتقل للمشترك الثاني. بنتعرف سوا على المشترك الثاني. اما المشترك الثاني معنا لليلي فهوايته جمع الصور وبوسترات الفنانين وتلزيقهم على حيطان بيته، وباوقات فراغه بفوت على الانترنت على سايتات الفنانين والارتستات والبورنو وبيعمل داونلود لأهم الصور. نتعرف عليه سوا، شو اسمك؟ طارق. طارق أهلا وسهلا فيك طارق. طارق هبلي. واضح. طارق بتعرفنا أكثر عن حالك، شو دراستك طارق؟ عم بتخصص خامس سنة بايوكيميكال انجينيرينج، بس عم فكر اترك لالتحق بمدارس ماريا. برافو لي، هيدا هو الخيار الصحيح، مدارس ماريا قريبا بكل لبنان. فإذا بدي أذكركم بدكم تكبسوا على الزر يلي قدامكم قبل ما تعطوني الجواب. حاضرين؟ وينو؟ ايه على الشمال هون، ارفس شوي وكبوس. اوكي فاذا جاهزين؟ ريدي. اوكي لمين الغنيه مع اول غنيه؟ اوكي. كلام الناس لا بيقدم ولا ياخر. مارسيل غانم. غلط غلط. لا جورج وسوف. نعم جورج وسوف. برافو برافو، 1-0. اوكي ثاني غنيه ولمين هالغنيه؟ تغيرت كتير علينا وما تغيرنا ويا صباح. وليد جملاط. غلط غلط. في جواب؟ عصام رشي. برافو. 2-0 لدعد. بتشوفي تالت غنية، انتبه يلا تالت غنية. ولا واحد ولا مية ولا ألف وتلتمية ولا كل تينج. السنيورة. غلط غلط. شو بيه؟ كيف ما خلى معنا لا مية ولا ليرة؟ ماشي في جواب ده؟ حكيم. حكيم؟ لا عم بيخلوه يغني لحكيم؟ نعم حكيم صح. حكيم صح، الحكيم صح، الحمد لله على السلامة. يا طارق شو بيك؟ لمين الغنية يعني مين بيغني الغنية؟ مش لمين موجهة الغنية؟ بنشوف لمين موجهة. أنا هون. جبيل. يلا 3-0.
رابع غنية ولمين هالغنية؟ يلا اوكي. من فرح الناس عرفنا انك جاي. ميشيل عون. غلط. ملحم بركات. نعم صح. 4-0. خامس غنية. اتأخرت كتير. طيب عمر كرامة. كتير. لا كتير هيك. غلط. جورج وسوف. برافو. عمر كرامة متأخر كتير. إيديو. هيك ضليع كتير بالسياسة يا طارق. كل هوسك السياسي. ما عم بحطه غير شيء على التلفزيون. طب ليك قلي. طالما ضليع بالسياسي. نعم. فيك تقلي شو الفرق بين القرار 1559 والقرار 1595؟ نعم شو؟ القرار 1559 والقرار 1595 شو بيه؟ لحظة لحظة. 36. الله يساعد بدك تنتخبه. رح تنتخب؟ ايه اكيد. مين قرار تنتخب؟ جابرييل المر. وفينا نعرف ليه؟ لأنه خيو ميشيل خدمنا كتير بالزمانات. نو 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 لا 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 شي كتير هيك لا اسم عم سمى يعني لا مش معقول مش معقول. سادس غنية بذكر نتيجة 5-0 للدعد. لون عيونك غرامي. تينج الفرس ليه؟ لون عيونك. غلط. نانسي عجرم. صح. سابع غنية. ياي سحر عيونه ونظراته. تينج الفرز ليه؟ غلط غلط. عيونه ونظراته. نانسي عجرم. صح نانسي عجرم. تيمين غنية. عينيك كذابي. تينج الفرز ليه؟ غلط غلط. شو بيك انت والفرز ليه؟ والهيدي زبطت معك بس لا مش لقيله الغنية. نوال الزغبي. صح نوال الزغبي. شد حالك يا طارق شد حالك. اوعى تنفتق. تسع غنية ولمين هالغنية؟ اوكي. بتكذب علي كده ليه؟ عدنان عدوم. يا دعد مع اساس بتعرفي وينين اللعبة انت؟ شو فيك شو فيه؟ بعرف بس ما قدرت هدي حالي. تينج الفرز ليه؟ لك لا 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 لا. عشر غنية واخر غنية، اخر شانس لإلك، شد حالك يلا شد حالك. اوكي. اوكي. بزيادة هلا بتطرطش الطاولة لقدام، روق. عاشر واخر غنية ولمين؟ هالغنية. يا اوكي. شو بحبك لما بتحكي؟ تينج ناصر انديل. غلط. وام وهاب. نو. اذا بتحبهم وقت اللي بيحكوا يعني انت واحد مريض جميل.